كابتن سيف وتحياتي لضيوفك الكرام والكبار كابتن زكريا ناصر كابتن سيد معوض كابتن وليد صلاح عبد اللطيف. النهارده بعد انتهاء المباراه بفوز النادي الاهلي بسبعه اهداف مقابل ثلاثه امام اتحاد الشرطه معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره نادي الاهلي. كابتن سيد يعني بارك لحضرتك بقول لك الف مبروك. دخلنا هو كابتن سيد خلاص في مشكله في الملعب ولا ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين طبعا على المكسب والحمد لله على الانتصار. انتصار عريض وكويس ومهم جدا في المرحله، لكن زي ما قلت انت بتاخدها مره او مباراه بمباراه او مرحله بمرحله. هرجع تاني واتكلم واقول الدوري مشوار طويل بتمر بمراحل فيها تفوق وفيها توفيق، وبتمر بمراحل تانية فيها اخفاق، كيفيه التعامل مع ده وكيفيه التعامل مع ده. الحمد لله طبعا على المكسب والحمد لله على النتيجه، وطبعا اللعيبه ادت مباراه كويسه جدا، لكن برضو احنا قاعدين هنا مكملين لحد يوم الاحد باذن الله. تمام. المباراه قادمه امام المقاولين العرب النهارده، الانتصار كابتن سيد ممكن بلغه الكوره كده ممكن يكون انتصار خادع شويه، انتصار كبير وعريض، بس النادي الاهلي دخل فيه النهارده ثلاث اهداف برضو، يعني الاهلي ما تعودناش الاهلي بيخش فيه ثلاث اهداف في مباراه واحده. المباراة الهدف الاول يمكن زي ما انت شفت كان بعد جولنا الاولاني بدقيقه ودقيقتين كده، والهدف الثاني كان من خطا يعني من عندنا، والهدف الثالث بنالتي. عايز اتكلم في النقطه دي، مش معنى المفهوم ده لازم يتغير، لازم يعني ينتهي من الوجود في مصر من الحاله الكرويه في مصر. ما ينفعش تبقى كسبان سبعه مثلا ويجي لك ضربه جزاء فتقول لا مش هحسبها، او تبقى كسبان سبعه والفرقه الثانيه يجي لها كره مشكوك فيها فتقول يلا مش فارقه. ما ينفعش كده، الكوره ما فيهاش خالص. امبارح اسبانيا امبارح برشلونه بيلعب مع اسبانيول بميسي ونيمار وسواريز ونيستا، النجوم الكبيره دي اساسا المفروض يتلعب قدامهم 15 20 واحد يعني، ومع ذلك الحكم واحد تجاوز طرد على طول، مفيش مشكله، الثاني تجاوز طرد على طول، ملوش علاقه لا بنتيجه ولا بفرق، له علاقه بقانون، له علاقه بالحاله اللي قدامه. الحمد لله طبعا على المكسب، الحمد لله على الملعب اللي زي ده، يعني بعيد وزيد فيها، لازم الناس كلها تبقى عارفه كويس قوي ان في فرق بتلعب على الكونتر اتاك، وفي فرق بتلعب على الهجمه اساسا وبدايتها ونهايتها، اللي بيبدا الهجمه وبيلعب على نهايتها وبدايتها وهكذا او بدايتها ونهايتها بيبقى محتاج تحرك، بيبقى محتاج مساحات، بيبقى محتاج جمل، بيبقى محتاج مهارات، بيبقى محتاج حاجه كتير جدا، لكن الثاني اللي بيلعب او الفرق او اللي عندها مقاومات انها تلعب على الهجمه المرتده بتبقى محتاجه سرعه بس. تمام، محتاجه سرعه بس، من السرعه بس كفايه جدا لان المساحات كبيره، محدش يقنعني ابدا 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 ان مساحه الملعب ده زي مساحه الملعب الثاني. كابتن يعني الكلام اللي بتقال الفرق متر في العرض، متر ان شاء الله يكون خطوه، اشك انا اشك انا عديته النهارده يعني عشان تبقى عارف. بس مش معنى كده، مش معنى كده على فكره ان انت بتقول يعني ان ده مبرر لاي حاجه، لا طبعا يعني، لا طبعا يعني اللي عايز ياخد دوري هيلعب في اي ملعب، واللي عايز ياخد بطوله كبيره بحجم الدوري لازم هيقابل صعوبات كتيره، لكن على العموم يعني الحمد لله اقفل الصفحه دي باي حاجه فيها يعني هنشتغل ان شاء الله. بس يا كابتن الملعب ده يعني نفسيا الاهلي بيرتاح فيه؟ الحمد لله وشه حلو علينا يعني، يعني اولا عايز اقول لك ان بطوله افريقيا مثلا 2005 كانت على استاد الكليه الحربيه، 2012 كانت على كلها كانت على استاد القوات المسلحه، بشكرهم جدا، بشكر الامانه العامه وبشكر كمان الناس القائمه على الملعب ده تحديدا. يعني بص الارضيه عامله ازاي، انا عايز اسالك سؤال بالامانه، انت نفسيا بتبقى مرتاح حتى وانت قاعد بتتفرج؟ يعني اضاءه ملعب كوره، شكل ملعب كوره، مساحه ملعب كوره، مدرجات ملعب كوره، بنية تحتية وإنشائية على أعلى مستوى، بتحس إن أنت بتتكلم آه طبعا أتمنى يا رب، لكن بتحس إن أنت بتتكلم في استاد، بص الصيانة، بص الناس، بص شغل على أعلى مستوى بصراحة يعني. كابتن سيد النهاردة تألق صالح جمعة النهاردة في المباراة، وممكن نلاقي صالح جمعة تغييرات تكتيكية كده في الملعب، نلاقي صالح جمعة مثلا هو اللي مكان عبد الله بينزل نص الملعب، ولا النهاردة كان مكان صالح جمعة عشان غياب حسام غالي للإيقاف؟ ده امور فنيه بقى الراجل بيحسبها، لكن انت بتمر برضه بشويه كده مرحله التدوير شويه كده بتريح. النهارده مثلا يعني مجموعه من اللعيبه ممكن ما تبقاش بادئه كانت بادئه امبارح تبدا ما تبداش النهارده عشان مباراه يوم الاحد، ده وضع طبيعي جدا لان انت بتلعب كل 72 ساعه او كل اربع ايام يعني. الحمد لله طبعا على المكسب وعندنا مباراه مهمه جدا يوم الاحد، هنقعد في اسكندريه زي ما قلت لك ومستنين فرقه المقاولين باذن الله. كابتن القائمه الافريقيه والراحلون عن الفريق، عندنا ماتش يوم الاحد ربنا يقدم في خير باذن الله. طب كابتن النهارده يعني بالنسبه للعيبه حضرتك النهارده يعني حضرتك النهارده منع اللعيبه ليه من التسجيل؟ مهم قوي، انا عندنا ماتش بعد 72 ساعه، ده مهم جدا جدا، وبعد مباراه النهارده مزيد من التركيز، مزيد من الاهتمام يعني ان شاء الرحمن. ماشي مع متعب؟ الحمد لله متعب شخصيه هايله على المستوى الشخصي يعني، وامكانيات على اعلى مستوى، ورساله بيوصلها للجميع للصغير والقبل الكبير يعني. بشكرك كابتن سيد. شكرا فندم. ده كان لقاءنا كابتن سيف مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وعودة اليكم.